درك واحد يسقسيني درك كون نلعبها شعبوي نقول لكم كيفاه والدوله الفاجره ودير الميزان والكماين حابسين. شاف نحكموا بكوارت تاع كاميو 12 طن هكذا واني نشوف فيه كاميو ماشي 44 طن ونحكموا بكوارت تاع 12 طن نسيزيلو الكاميو ويسلك لاموند ويزيد يسلك الديوانه نتاع الصح ويزيد يسلكها ماجوري افيك لي فري ويهضر نهبط ربو للصحراء ندكو في حفره فيها متر ونص متر ونص ونخليه يشيح جالي دي روتشوز ما تنام فهمك على اسمح لي اسمح لي حاجه تريز امبورطانت مهمه بزاف الشعب لازم يفهمها. البلاد هذه عاشت بدون قانون 60 سنه صعب جدا ان نرجعوها دوله قانونيه بصح لازم في يوم من الايام نديروا بعض التضحيات ونرجعوها دوله قانونيه. انا عطيتك الراي تاعي انا مثلا نعطيك الراي تاع قانون الرحمه. قانون الرحمه واش يقول؟ يقول الكاميونور انت جبتو ديكلاريتو على الديوانه باش ما تخلصش اكسترا اكسترا انا نقول لك تروح تسلك 4000 دينار جزائري في لو سيرفيس دي مين ونرجعوا لك لا كارت غريس تاعك نورمال ونبي نوصلين عليه بصح كون تعاود مخالفه اخرى الراس نتاعك نطرطقو. ساتير سي تو فو يا دو بوزيسيون كاينه لا لوا ليطا دو دروا ليطا دو دروا ما يسمحش ما يرحمش ليطا دو دروا ما فيهش الرحمه ناس بزاف غلطان ليطا دو دروا ما فيهش الرحمه جماعه فيه لابليكاسيون تاع القانون. مثلا تيجي السياسه ف جو سي با لا كانادي لا كيسيون تاعك درك نورمالمون ما نخليش الناس هادو يديروا غراب ويعطلوا لي كيما نقولوا حنايا خط من خطوط الاقتصاد نتاعي وانا بيان داكور. قال اخويا دي الكاميو تاعك اليمين دوموندي اون ريغولاريزاسيون تي فو بايي 5000 دينار داير سي سامبوليك وتسلكها على 10 مرات سي تي فو والكاميو تاعك اخويا يولي 30 طن وكي نكونتروليه نلقاه يدير 30 طن. يا توجور دي سوليسيون بوليتيك قولي البروبليم وين؟ بروبليم راهو باسكو هما خلوهم يدخلوا هذا الكماين هادو شغل هذا معزوز لافير تاع معزوز ديجا اللي راه في الحبس هو اللي دخل هذا الكماين ودخل كونتيتي كبيره تاع لي كاميون داروا ميم ترافيك في عند شنو في لوزين من يخرجوا الكماين وهنا قبلوهم اكسبتوهم وجازوا دوك تسمى ما قبلوا لهم يزيروا لهم الكماين تاعهم شغل طريحه بعيد. ايمي اسمع شوف اجيبها شوف شوف اسمعني مليح وش معناتها وش معناتها التسيير السياسي للبلاد. الناس حاطين التسيير السياسي واحد هز ميكرو ويقول لهم ولقد كنا وسوف نكون نو 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 التسيير السياسي للبلاد وش هو؟ كي يجي مشكل نواجهوا مشكل في المجتمع مام اخطاء داروها حكومات قبلنا ولا وضعيه لقيناها قبلنا ولا نحطوا لها اطار قانوني اي اون ايسي d'éviter les dégâts et de régulariser au maximum. يعني علاش الحاجه من الله غراب ها قول له سلك 5000 دينار روح لليمين بدل لا كارت غريز يعطيوك لا فري فالور تاع الكاميو تاعك وتجي خارج به. فوالا هادي ما حبوش يديروها باش يزيدوا يعرسوا الشعب. يا ولدي ما اسمع شوف شوف نقول لك حاجه شوف مادا بيهم فمك وخشمك ووجهك يدكوه لك في الارض وما تهزوش. اه وي الانسان يمشي على زوج رجلين رافع راسه هما يحبوك تمشي على كرشك ومهبط راسك يحبوك منبطح حتى الشعب هذا يفهم باللي الانبطاح وضعيه عاديه ادرك الانبطاح نو موش وضعيه عاديه او هذا هو البروبليم تروح لو ميديكامون تو فا تروفي لي ميم بروبليم تروح لاغريكولتور تو فا تروفي لي ميم بروبليم وين تروح تلقى نفس كيما نقولوا حنا المرض او كون جا المرض هذا قال قضيه اكسيدونتال ولا نلقاه في ان سيكتور بصح مرض اللي نلقاه دون طول السيكتور سامحني هذا بفعل فاعل هذا مخدوم هذا مخدوم مخدوم الحليب ما كان اوكين كريز ما قدروا يجي يقولوها تقول انت او هادو ما خافوش من الشعب ما خافوش من الحراك لا لا ما خافوش دونك هما داروا لي كريز هادو بيان سور
بيان سور. وفهموا باللي الشعب اللي خرج خرج بنيته مسكين لو 22 فيفري بون خرجوه هما داير مي هو خرج انفجر ديريكت بنيته حركوا ديريكت الكلاب نتاعهم ما ديروش ممثلين يا ربكم كيفاش ما ديرش ممثلين تو 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 كومونيك كومون كومون ما 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 هذاك ملي قعبك واش قالوا لهم لي طابو لي بوشاشي قالوا حاجه سي ان نونسونس دون توت لي سيونس في العلوم الانسانيه الفيزيائيه الدقيقه الغير دقيقه سي ان نونسونس جروب يبيعوا الزطله اي سون ستركتوري عندهم ان شيف جروب يتهجم على الديار عندهم ان شيف المافيا عندها ان شيف فهمتش سولافمون شعب كامل برا النظام زعزعوا الحيوط نتاعو باسكو الشعب برا وخاف انه الشعب يتهيكل جاوا الابواق الكوافا القهوي دين ربي لي مارا مالوريزمون واش نقول لك خويا باب بارفوا حنا ثاني ندير هزو اوليما ايماجينو كو لالجيري ايتي توجور ان ديبارتمون فرونسي ولايه فرنسيه هل جوستومون باش هل الخريطه السياسيه تاع فرنسا دركا كيما راهي فيها زمور وماكرون وبيكراس ولوبان ولا راح تلقى فيها عائشه وحواء ومحمود وعلي وماكرون وميلونشون جوستومون انا حبيتنا شغل كي مقبيع الناس اللي سقسي على لي بي بلون قدامنا تما هذيك شغل باش يزيدوا يفهموا مليح ويحوسوا اكزاكتومون لازم يبحثوا لانه ظاهر الامور غير باطنها سي تري ديفيسيل شغل حاجه ما تجي ما تجيش شوف في العالم اللي رانا فيه حاجه ما تجي هكذاك حاجه ما تجي هكذاك هذا ما كانش طبيعتنا حاجه ما تجي هكذاك نزيد نفيسيتي برك هذا ما كان خلاص وبونسوار عليه وتصبحوا بخير بونسوار على بروشان ان شاء الله صحيت دي موا سي علي تقول دير كلك شوز تفضل شوف شوليا كنت بغيت نريبوندي على خونا هذاك تاع اللي قالك على لي كاميون ديري كراب وكذا منهم هادي اون 89 كنت هنا في بريكسل رحت نشري فيكول من بريكسل ودي مثل المايا الو الفيكول هذاك حبيت نشوف فيه واش فيه كوم دي ديفول داخل حطيتو في لو سيرفيس او يعرف واش يحمل سيرفيس فيريتاس حطيتو له دخل فيكول من هنا خرج بالجوار من هنا يعطيك لافيش تاعو الجينيرال واش فيه الفيكول ام بعد جاك الكونسيسيونير قال لي بون لاني 89 راه داخل 90 اس بين قال لك 80 نو جو ريغريت 89 خليها 89 قال لي علاه قال لي كاين العرب الجزائريين يحوسوا قلت له هذاك اللي بغى يكلخ روحو يكلخ روحو انا ما كلفش روحي بيه كل هذا رايح نديه سبيسيالمون ليا انا خليه 89 نديه 89 زاد جاب لي فيكول واحد اخر لا 190 سي لا مرسيدس لا 190 قال لي ها هي وراهي درتيها دخلها نضرب على الموتور تاعها نسيبو 3 شهور وانا عندي واسمو لا ليسونس ديمبورتاسيون 10 شهور عيطت لواحد منهم لا دوان قلت له اسكو قال لي انتردي دخلها قال لي نسيزيها لك على الدخله فوالا فيش كونترول سا فو دير الديبو ماهوش اللي جابو من هي الديفو فينا حنا اللي دخلوا الفيكول هذا ومن بعد يبيعوا يعطيه لواحد اخر الاخر يدور به يولي طايح عليه بروبليم درك 2 طون ولا 30 طون ولا 40 طون درك هو خرج لهم سيستم واحد اخر درك يوزنوا لهم الكاميوات بالطريق ايه سي ما ما هنا كاينه في اوروب كاينه اي في اوروب كاميو يا في اوروب يزير الكاميو في البياج يزيروا يوزنوه كون يلقاو البوا زايد يقدروا يحبسوه يقدروا يعيطوا لامبلواير بعد كاميو واحد اخر ديشارجي حكايه كبيره لي كاميون وي كاينه هنا